الدرس السادس عشر: أولياء الله. أولياء جمع ولي، اصطلاح إسلامي ذو معنى محدد، يعني المسلم الذي كرس نفسه في إخلاص لأمر الله في أشمل معانيه وأعمقها، لكن هذا المصطلح قد تشوه عند بعض المسلمين ممن تأثروا بتصورات دخيلة وغير إسلامية، فصاروا يعنون به الشخص المتصوف الغريب الأطوار الذي يدعي القدرة على الإتيان بالخوارق. وعلى هذا النحو فهم علماء الإسلاميات من الغربيين أن الأولياء يشبهون القديسين في المسيحية، وهو ما لا أساس له من الصحة. أولياء الله هم أحبابه الذين يحبهم ويحبونه، وهم كل إنسان صالح آمن بالله وسار حسب أوامره، وجزاؤهم الحياة الطيبة في الدنيا وجوار الله في الآخرة في دار كرامته، وهم لا يستطيعون أن ينفعوا بعد موتهم أحدا بشيء ولا في حياتهم إلا من خلال الأسباب العادية. وفيهم قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فكن مسلما صالحا تكن واحدا منهم. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن أولياء الله أنبياؤه الكرام، ومنهم أصحاب الأنبياء الذين آمنوا بالأنبياء إيمانا صادقا، ومنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين، وخير أصحابه هم العشرة المبشرون بالجنة بأسمائهم. هؤلاء الصحابة المختارون متميزون ومعروفون بسبقهم وثباتهم وتضحياتهم في الإسلام. يأتي في مقدمة هؤلاء العشرة الخلفاء الراشدون الأربعة الذين اختارهم المسلمون حكاما لدولة الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حسب ترتيبهم في الأفضلية وترتيبهم في الخلافة: أبو بكر الصديق، توفي في العام الثالث عشر من الهجرة، وعمر بن الخطاب، توفي في العام الثالث والعشرين من الهجرة، وعثمان بن عفان، توفي عام 35 من الهجرة، وعلي بن أبي طالب، توفي في العام 40 من الهجرة. وبقية العشرة هم الزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وسعيد بن زيد رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة.